بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاعلامي. حلقتنا النهارده معانا طبعا نجوم في كره القدم من اكاديميات، لفينا ودورنا ونزلنا محافظات وشفنا نجوم وبراعم في اكاديميات كره القدم، طبعا خير للكره المصريه. معانا النهارده طبعا اخبار الحصريه اللي كانت موجوده الاسبوع اللي فات كلها والاسبوع القادم برضه معانا اخبار حصريه جديده. وجيه احمد خطيبنا 14 دوله لاستقدام حكام القمه، وايفان بيك لديه سيره قويه. طبعا عارفين القمه بتاعت النادي الاهلي والزمالك غدا ان شاء الله، طبعا ان شاء الله مباراه تليق بالكره المصريه. استقدام حكام اجانب، وجيه احمد رئيس لجنه حكام، لفينا 14 دوله عشان نجيب حكام. وطبعا ايفان بيك اقوى سيره ذاتيه في تحكيم كره القدم. تاكسيس كان المفروض هو مدير فني قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لن ادرب الناشئين في الاهلي وتلقيت عرض من في مصر خلال فترته مع وادي دجله. طبعا تاكسيس عرفنا ان كان الاهلي بيدور على مدير فني لقطاع الناشئين اجنبي، طبعا جاله عرض خلال فترته هو كان مع وادي دجله، جاله عروض كويسه من خلال في فرق مصريه، أندية عرضت عليه وعشان سيرته الذاتية برضه يعني في كرة القدم في على مستوى أوروبا حاجة قوية جدا. إكرامي كنت سعيد بتقديم مفاوضات الأهلي وإدرس فيلد وفوجئت بقرار رمضان وشريف إكرامي. طبعا ده كابتن إكرامي طبعا الحارس مرمى النادي الأهلي، طبعا عارفين طبعا حاجة قوية جدا، بيتكلم بيقول أنا فوجئت بقرار شريف إكرامي وقرار رمضان صبحي في النادي الأهلي. تأجيل مباراة، طبعا عرفنا اتحاد الكورة أجل مباراة الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري. طبعا كل الشكر والتقدير لاتحاد كرة القدم اللجنة الخماسية، وكل الشكر والتقدير للكابتن الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، طبعا بشكره على الموقف اللي عمله مع اتحاد مع الفريق المصري. طبعا ومجلس إدارة النادي المصري طبعا عمل مفاوضات كثيرة وعمل اجتماعات وراح اتحاد الكوره عشان وقدم مذكره عشان تاجيلات. طبعا كل الشكر والتقدير لفريق النادي المصري. طب معايا النهارده ضيف العزيز كابتن مروان، طبعا مدير فني لاكاديميه نادي المقاولين العرب فرع البحيره ومدير فني التسويق طبعا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اهلا وسهلا كابتن مروان. معايا طبعا الكابتن ربيع، طبعا لاعب كره قدم مواليد 2003، طبعا نجم من نجوم اكاديميه نادي المقاولين. اهلا وسهلا كابتن ربيع. الله يخليك. معانا كابتن احمد عمرو لمواليد 2009، فرع لاعب نادي اكاديميه المقاولين فرع البحيره. اهلا وسهلا كابتن. الحمد لله. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. معايا كابتن حماده سعيد مواليد 2003، طبعا برضو نجم من نجوم اكاديميه المقاولين فرع البحيره. اهلا وسهلا كابتن حماده. الحمد لله. طبعا يا كابتن مروان عايزين نتكلم مع حضرتك طبعا انه نشوف ايه اللي حاجات قابلتك ان شاء الله في الاكاديميه، وطبعا ايه الحاجات اللي واجهتك خلال الفتره بتاعتك في تدريب الاكاديميه عندنا. انا والله بسم الله ما شاء الله معجب يعني بالاول بالاكاديميات اللي هي على مستوى المحافظه وعلى مستوى الجمهوريه، اللي هي بتبرز لعيبه بسم الله ما شاء الله جميله وكويسه. وانا بنلف مثلا من نشاطي اللي انا بنلف في جميع الاكاديميات على مستوى المحافظه او في خارج المحافظه، فالحمد لله بنلاقي لعيبه ممتازه ومميزه فبنحاول نسوقها بقدر المستطاع. تمام يا كابتن. انت عندك كم فرع في الاكاديميات موجوده عندك على مستوى الجمهوريه؟ بالنسبه للاكاديميه اكاديميات تمام، فرع اكاديميه المقاولين فرع البحيره اللي هو دمنهور عند الرسمي، تمام، وفرع كفر الدوار تمام. طبعا انت وديت لعيبه من عندك من الاكاديميه لنادي المقاولين العرب. تمام. ظهر كام لعيب عندك؟ ظهر 4 لعيبه بسم الله ما شاء الله يعني تمام الحمد لله ماشوا وراحوا المقاولين وبيلعبوا اساسيين تمام الحمد لله. طب تمام. كابتن حماده طبعا عايزين نتكلم معاك، انت ايه وضعك في الاكاديميه؟ ايه ظروفك في الاكاديميه؟ ايه والله انا بشكر الكابتن مروان وبشكر الكابتن محروس اللي في الاكاديميه، هو اللي خلى مستواي حلو وعلى تمام. طيب انتوا واخبار الماتشات ايه؟ ماتشات كل اسبوع بيجي لنا ماتش نلعبوه بين المحافظات. بين المحافظات. مركزك ايه في الملعب؟ حارس. ما انت شايف مين في الكره المصريه عايز تبقى زيه؟ عايز ابقى زي جنش. تبقى زي جنش حارس مرمى. تمام.
طيب كابتن حماده، طبعا انت مواليد 2003، بتلعب في اكاديميه المقاولين فرع البحيره، انت مركزك ايه؟ مساك. بتلعب مساك، لعبت في انديه؟ رحت المصنع الحربي ورحت الترسانه، ماضي في الترسانه. ماضي في الترسانه مع كابتن مين في الترسانه؟ مع الكابتن يحيى. الكابتن يحيى. مع كابتن يحيى امام. يحيى امام. تمام، انت مركز ايه نظام الماتشات الوديه اللي لعبتها مع الاكاديميه، وشايف ان عندك انت استفدت من الاكاديميه عشان تبقى ماشي كويس في التمرينات؟ ايوه، انا اول ما دخلت الاكاديميه كان مستوى واطي، وبدات نتعلم حاجات ومستوى عالي، وتعلمت برضو بنلعب مطوشه وديه ياما، ورحت لعبنا انديه في القاهره والحمد لله يعني. تمام. طيب وشايف انت مين تبقى زي مين كده في الكره المصريه في الدوري المصري؟ احمد حجازي. والمستوى الاوروبي؟ فان دايك. تمام. طبعا كابتن احمد عمرو لاعب الاكاديميه مواليد 2009 صح؟ طيب انت بتلعب مركز ايه؟ نلعب باك يمين مهاجم. باك يمين مهاجم، يعني لا هو في يمين مهاجم صح كده؟ صح. تمام. طيب لعبت ماتشات وديه مع مين؟ لعبنا مع الزمالك، ولعبنا مع الاهلي ساعات جالنا مره، ولعبنا مع شركة المية، ولعبنا. جميل. طيب انت عايز تبقى زي مين في الدوري المصري؟ زي احمد فتحي. زي احمد، بتحب احمد فتحي. تمام. طيب وزي مين في الدوري الاوروبي؟ كريستيانو. جميل جميل، ربنا يكرمك يا رب. طبعا كابتن مروان رجع لك تاني، عايز اعرف خطوتك ايه في الصفقات اللي هي اللي انت شايفها في الدوري المصري الايام دي. والله انا اول هام انا عاوز ان شاء الله باذن الله يعني نشتغل مباراه تسويقيه على مستوى الدوري المصري مع الاهلي مع الزمالك مع بيراميدز، مع لابراز ايه صفقات كويسه تطلع تبقى، وده مجال تمام يعني، ده ربنا ان شاء الله يكرم فيه، وانا عندي لعيبه ممتازه وجميع الاعمار. طب تمام. وايه هي خطتك المستقبليه؟ انا عايز اعرف ايه يعني، انت ايه اللي انت بتخطط له في المستقبل بالنسبه للاكاديميات والكلام ده؟ لا عايز بس يعني عايز نطلع حياتي، عايز نطلع اعلى، عاوز يعني عايز نطلع من الاكاديميات دي ناس تحترف بره، ما شرطش يكون من نادي، عايز اللاعب يطلع من الاكاديميه يحترف يعني. في اللي انا شايف الاكاديميات شغلها تمام وكويس وبسم الله مش تمام شغال، فانا نفسي نطلع من الاكاديميه يعني يحترف بره، مش يخش كمان الدوري المصري. لا اللي انا شايف الاكاديميات شغلها كويس وتمام على مستوى الجمهوريه، بحال مدربين ممتازين. تمام. على مستوى الجمهوريه ممتازين. لعبت دورات قبل كده اكاديميات والكلام ده؟ اه لعبت دورات. اه تمام. لعبت مع مين اكاديميات؟ آه لعبت مع اكاديميات في كفر الشيخ، ولعبت مع اكاديميات في طنطا او المحله. تمام. والاسكندريه. جميل. تمام. طيب ايه هي الحاجات اللي بتواجهك بقى، الصعوبات والمعوقات اللي واجهتك مع اولياء الامور ومع الملاعب؟ وانت عارف يعني اكاديميه يعني بتاجر ملعب الكلام ده، وبتجي ادوات والمدربين واللعيبه، ايه هي الصعوبات اللي واجهتك؟ والله هي طبعا بالنسبه للاكاديميات او بالنسبه لاولياء الامور، طبعا بالنسبه للمصاريف والانتقالات، مثلا تتكلم عن اللاعب مثلا يروح يلعب في مكان، ده الصعوبات الماديه فقط لا غير. وصعوبات طبعا الملاعب. جميل. بس الحمد لله متوفره، هي اساسا الناس بتساعد وحابه المجال وحابه الكوره. جميل جميل. وحابه الرياضه عامه. جميل. طيب انت دلوقتي شايف من موقف رمضان صبحي طبعا مع النادي الاهلي، عايزين نتكلم على الموقف ده، انت شايف الوقت اللعيب انتماء او مادي، ايه رايك؟ والله انا شايف دلوقتي مادي مش انتماء، بس انا بفضل الانتماء طبعا. تمام. بفضل الانتماء للنادي. للنادي طبعا. اه لا النادي هو اللي عملني، هو اللي اشتغل معايا، هو اللي كبرني، هو اللي رباني. جميل. فلا بد يكون عندي انتماء للنادي نفسه. تمام. طيب نرجع تاني للكابتن ربيع. كابتن ربيع انت قلت لي بتلعب مركز ايه في الملعب؟ حارس. بتلعب حارس مرمى. تمام. طيب انت بالنسبه للماتشات بتبقى بتلعبها مع ضد انديه، تمام، انت بتوجه الفرق من قدامك؟ اه بوجهها من كل ناحيه، كل ناحيه من الملعب. واللعيب قدامك ما يسمعش الكلام بتعمل ايه؟ بزعق له. تمام. وتكلم مدربك بتقول له؟ اه صح كده؟ صح. طيب ايه اصعب ماتشات اللي انت لعبتها؟
اصعب ماتش لعبته ماتش بتاع العب دمنهور وشركة المية. ماتش العب دمنهور وشركة المية، ايه الصعب اللي واجهك؟ الصعب اللي واجهني في الدفاع، سبب الدفاع، الدفاع ما كانش بيسمح كلامي وما كانش بيركز. تمام ماشي. طيب يا جماعة نطلع فاصل ونعود إليكم من جديد. كابتن محمد بنرحب بكم بضيوفك الكرام في برنامج العالمي. معانا احد الناشئين من برنامج من نادي البنوك ببورسعيد، تعرف بيه محمد عبد الخالق حمص. محمد انت بتلعب من سنه كام؟ بلعب من سنه، بلعب بقى 4 سنين ولا 5 سنين. محمد احنا عرفنا ان انت اصلا مش من ابناء بورسعيد، انت بتيجي من بلد ايه؟ باجي من بلقاس، مدينه الاهلي. بتيجي من محافظه الدهلي. بتيجي من بلقاس لاد بورسعيد نهوت عشان تلعب هنا في بورسعيد؟ أيوه. في نادي البنوك. ايوه. يعني ما لعبتش في انديه تانيه؟ لا، اول نادي ليا كابتن محمد مع البنوك. لعبت في مركز ايه يا محمد؟ انا مدافع. تلعب مساك. محمد انت نفسك تبقى ايه لما تكبر بيه؟ يعني مثلك الاعلى في اللعيبه الكبار مين؟ كابتن احمد حجازي. نفسك تبقى زي كابتن احمد حجازي؟ نفسي بقى زي كابتن حجازي. ما لعبتش في قبل كده غير المساك بس؟ لعبت ديفندر. لعبت ديفندر كمان؟ بس هنا برضو مع كابتن محمد برضو؟ لا، بلعب هنا مدافع. يعني انت لعبت في انديه تانية؟ ايوه. لعبت فين بقى؟ انا لعبت، كنت جاي من مدينه بلقاس، كنت بلعب مع كابتن ايمن عبد الحكيم، كنت بلعب في نادي شباب بلقاس، وجيت من شباب بلقاس على هنا كابتن مع كابتن محمد. و لما جينا كابتن محمد خدني من فريق بالاس وخدني لعبنا معاه هنا. كابتن محمد احنا بنتمنى ليك التوفيق باذن الله. ماشي يا كابتن. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الاعزاء، ومعانا طبعا هنكمل باقي كلامنا مع اللاعب احمد عمرو. طبعا يا كابتن انا عايز اتكلم معاك، لعبت ماتشات وديه مع مين؟ مع الزمالك ومع وادي دجله. ايه اصعب ماتش قابلك؟ اتحاد الجزيره. اتحاد الجزيرة اشمعنى؟ كان في لعيبة جامدة، فيها مدافعين جامدة برضو، والحراس كانت جامدة. يعني كانوا بيخبطوا بقى صح؟ طيب كابتن حمادة، طبعا انت قلت لي لعبت ماتشات مع فرق. لعبت مع المصنع، كان أصعب ماتش وهيني بتاع المنتزه. بنلعب ماتش المنتزه، كانت أرضية الملعب شين، كانتش مساعدة هي اللعيبة. كانت أرضية الملعب، يعني دي أول حاجة صعبة واجهتك. أيوة. أرضية الملعب. أرضية الملعب شينو، إيه كملنا الماتش وطلع الماتش بالتعادل سعيد. الكابتن مرضاش يكلمنا عشان كانت الأرضية شينة ومرضاش يحاسبنا على الماتش ده. تمام، يعني أعرف كابتن مروان إن برضه أرضية الملعب بتبقى وحش؟ لا لا، عامل كبير طبعًا. لا، أرضية الملعب برضه تبقى ظروفها وحش؟ أكيد. في الملعب ماتشات؟ في الماتشات أكيد طبعًا، بنواجه كتير من الحياة دي. ماتش ملعب وحشة ده بنقابلها كتير. في الماتشات اللي احنا بنطلعها بره. تمام. ما بنلاقيش الامكانيات اللي هي مساعده. ماشي، ما هي احنا قلنا دي برضو ايه، ما اوقات بتبقى موجود. اوقات كتير بتبقى موجود. دلوقتي بالنسبه للملاعب امكانيات، ليه اغلبيه الملاعب بتتاخد استثمار بالنسبه للاكاديميات. جميل. فاللي عنده ملعب مثلا باجره الاكاديميه، فاكيد بيبقى عامل فيه شغل كويس. جميل. انت شايف ان بعض الاكاديميات دلوقتي نظام مادي صح؟ نظام مادي. ايه رايك في الحته دي؟ لا طبعا، انا نبص لل ان نسوق لعيبه او نطلع لعيبه كويسه قبل الاستثمار المادي في الاكاديميات بالذات. بس انا بص لكل دلوقتي يعمل اكاديميه اغلبيتها بيعملها للصالح المادي، مش بيعملها لصالح اللي يطلع اللعيب الكويس، اللعيب الكويس اللي يظهر عنده يطلعه. لا، ده انا شايفه كده معظم الاكاديميات كده. طبعا يا كابتن ربيع، انت بالنسبه بقى للحضور بتاع في الملعب وكلامك مع المدرب يبقى اسلوبه ايه؟ اسلوبه حلو والله، وملتزم في ميعادي في التمارين. والكابتن محروس قال لنا لازم تلتزم، واهم حاجه الالتزام. اهم حاجه طبعا الالتزام. الالتزام في مواعيدك. اهم حاجه الالتزام وتنفذ التعليمات بتاعت المدرب. التعليمات المدربيه. تمام. طيب يا كابتن حماده، برضه عايزين نتكلم بخصوص في الدوري مثلا، انت بتواجه الحكام،
تبقى نظامك ايه معاهم؟ بتتكلم معاهم ازاي؟ حكم عمل حاجة غلط بتواجهه بتتكلم معاه ازاي؟ ولا بتتكلمش معاه؟ لا انا ساعات ما بنتكلمش مع الحكام. تمام، وده الصح. ده الصح. تمام. محترم الحكم وهو احترم. تمام، حتى لو حكم غلط انت مالكش الكلام تتكلم معاه خالص. خالص. نحترمه، انا احترم انا الحكم وهو احترم. تمام صح كده. تمام. طيب وانت كابتن احمد؟ نحترمه. لازم تحترم الحكم طبعا. طبعا. طيب لعبت دورات؟ لا لسه. لسه؟ طبعا تبقى انت عايز جالك نادي، جالك عرض. الزمالك. زمالكاوي؟ لا انا اهلاوي بس الزمالك بس انا هروح الزمالك. انا زمالكاوي. تمام تمام جميل. طبعا يا كابتن مروان بخصوص عايز نظره حضرتك في مستوى الاكاديميات في الوضع الحالي بعد فتره جائحه كورونا. لا طبعا فتره كورونا اثرت على مستوى كتير من اللعيبه، حتى لو في الدوري المصري او دوري تاني اثرت كتير على اللعيبه، وحتى اثرت عندنا. انا بنبص مثلا لاكاديميه المقاولون العرب فرع البحيره، لا اللعيبه مستواها لا جاي تحت نازل شويه. فالحمد لله يعني المدربين بسم الله مش شغالين، كابتن خميس كابتن كاريكا شغالين شغل كويس، كابتن مروان جميل مطورين برضو من الاداء، فبرجعوا اللعيب بسرعه انا شايف كده. جميل. وبرضو نزلت كذا اكاديميه برضو في البدايه كان، ونزلت عدت تاني النظره، لا لقيت الاكاديميات شغاله تمام وبسم الله ما شاء الله فيها تحسن. جميل. بعد رجوع النشاط. جميل تمام. طيب معانا يا جماعه نطلع فاصل ونرجع لكم تاني من جديد. هنا صدقت حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم دلوقتي بيداروا كسفهم، ورهنوا عليك تخسروا صفر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. عدنا عليكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. طبعا ارجع تاني للكابتن مروان. عايز كابتن مروان اكلم حضرتك، انا عارف انت مدير تسويق على مستوى المحافظه عندك هناك في دمنهور، عايز اتكلم ايه الصفقات الجديده اللي انت اتعاقدت معاها؟ انا طبعا لسه الصفقه اللي لسه حديثه ربيع احمد، لسه ماضي في الترسانه من خلال 3 ايام كده، اتنقل من الاكاديميه. اتنقل من الاكاديميه، وعندي لعيبه برضو اتنقل وديتها انبي ماشي، وعندي لعيبه، عندي احمد ابراهيم راح الاهلي، عندي لعيبه كتير الحمد لله يعني سوقتها في اماكن كويسه، عندي الاتحاد السكندري، عندي حرس الحدود الحمد لله يعني شغلي كويس معاهم. اللي انا مش بنروح الا باللاعب الكويس، اللاعب الفرق اللي هي تستفاد منه، اللي تستفاد اه. فباللاعب برضو الحمد لله مميز، اللعيبه المميزين اللي بنمشي بيه. جميل جميل تمام ده. طيب وعارف ان الكابتن حماده طبعا طلع من عندك من الاكاديميه وجبت له عرض واتقيد في نادي الترسانه من خلال الاكاديميه. حماده طبعا حماده سعيد ده لعيب كويس، انا اول ما شفته طبعا ظهر، انا شفته في الاكاديميه لا لقيته مساك، لا ملتزم اخلاقيا، لعيب كويس، لعيب جامد، لعيب راجل، في كل الصفات الكويسه. فمن الناحيه دي انا مشيت سوقت فيه، عايز لعيب كويس فلازم نسوقه في مكان كويس عشان هو يستاهل ان هو المكان اللي يروح المكان الكويس. طبعا كابتن حماده شايف الكابتن مروان بيقول انا اتنقل حماده من اكاديميه الموالين فرع البحيره لنادي الترسانه. لا رحت من الاكاديميه، رحت المصنع.
رحت المصنع الحربي. رحت المصنع. المصنع ورحت الترسانة. الترسانة هي العرض في الامارات وهي العرض من برامز في مصر. تمام. طبعا نفس الكلام احمد. انا سوقت رحت جالي عرض من الزمالك الكابتن مروان وداني. جالك عرض من الزمالك الكابتن مروان وداك هناك طبعا عن طريق الاكاديميه بعد ما انت لعبتهم هناك صح؟ صح. هو كابتن شافك وقال لك ايه؟ قال لي انت انا هنوديك الزمالك وروح. وقال لك هنوديك الزمالك ورحت من خلال الاكاديميه رحت لعبتهم وقال لك احنا عايزينك هنا صح؟ جميل تمام. طبعا كابتن عايز اتكلم برضو انت في حاجات في الاكاديميات طبعا بيواجهك اولياء امور وبيواجهك الكلام ده في مشاكل بيبقى معاهم؟ لا والله ما فيش الحمد لله عواقب يعني بينه وبينهم الناس مستجيبة معايا الناس شايفة الشغل كويس فالحمد لله ما بتقابلنيش ان شاء الله عقبات معهم بإذن الله معايا الناس تمام وفي ثقة وعلى ان شاء الله قد المسؤولية اللي ان شاء الله نطلع لعيبة كويسة على مستوى على مستوى مصر وعلى مستوى بره كمان مستوى الأوروبي. جميل تمام. طيب ايه هي الصفقه اللي انت شفتها كويسه في الدوري المصري؟ الصفقه مثلا اللي معايا ولا الصفقه مثلا اللي في الدوري المصري عامه؟ مش فاهم الصفقه اللي هي في الدوري الموجود اللي موجوده اتعيدت عامه في الدوري المصري فرق الدوري المصري ممتاز. ايه هي الصفقه الكويسه انت شايف يعني نادي ايه عمل صفقات كويسه؟ انا الصفقه اللي معجب بها كويسه النادي الاهلي مع طاهر محمد طاهر ده من الصفقات اللي انا معجب بيها برضو. طبعا انا عبد الله السعيد من الناس اللي بنحبها برضو بس طبعا عبد الله السعيد راح بيراميدز فريش بقى اكتر من كده بس هو الصفقه اللي عجباني طاهر محمد طاهر. يا طاهر محمد طاهر تمام. جميل. طيب وانت كابتن ربيع شايف ايه الصفقه الكويسه في الدوري المصري؟ شايف الصفقة الكويسة في مصر احنا في الدوري الممتاز صفقة صفقة كاسونج لا مش كاسونج في الاهلي ولا في الزمالك؟ في الاهلي بس انا مش فاكر اسمه كويس. طيب تمام. طب انت اتفرجت على ماتش البايرن وبرشلونة اخر ماتش؟ طبعا اتشرفت وشفت النتيجة وكانت نتيجة كبيرة استفدت ايه؟ استفدت اللي اي غلطة في الدفاع او في نص الملعب او في اي مكان في الملعب لازم تصحح مكانها في الملعب لو طبعا. عملت اي غلطة لازم تصحح غلطة. طيب وانت كابتن حمال طبعا اتفرجت على الماتش طبعا كنت قاعدين مبسوط البايرن عمال برشلونه ازاي تكسب اتغلب كده وميسي احسن لاعب في اوروبا استفدت من الماتش؟ انا استفدت حياتي ياما برضه انا في مطوشه بنسمعها بنستفاد منها بنبص على المدافعين بيتحركوا ازاي بيلعبوا ازاي بنستفاد منهم وننفذ في الملعب يعني نبص عليهم وننفذ في الملعب واحده واحده في مكانه ايوه اللي هو في مكانه بنتعلم منه نتعلم منه وننفذ في الملعب شويه مستوى بيعلى كل شويه مستوى بيعلى. جميل. وانت كابتن احمد استفدت زي مثلا فريق برشلونه جامد وهم استهزوا بفريق البايرن تمام عشان كده اتغلب يعني مفيش فين جون مفيش حد استهزى بحد عشان لو استهزى بحد هيرد عليه. جميل تمام. طيب كابتن مروان طبعا عايزين كلمه برضو من حضرتك لاهل دمنهور بخصوص الاكاديميه. والله عايز كله يقف معانا ونبقى ايد واحده اللي احنا ننجح ده مشروع ولازم ننجحوه كلنا ايدينا في ايد بعض مع اولياء الامور برضو شغالين معانا كويس انا مش شايف يعني نوجه لهم بس اللي هم هنوجه لهم الشكر الاول قبل كل شيء. جميل تمام. طيب وانت كابتن حماد عايز كلمه كده توجه الشكر للمدربين. عايز اشكر والدي ومامتي ساعدوني على ان انا اكمل في الكوره وبشكرهم بشكرهم من كل قلب الله. تمام. وانت كابتن حماد؟ نشكر والدي ووالدتي واخواتي ونشكر الحاج خير شلتوت اللي ساعدني حياتي ياما وانا صغير كان واقف جنبك تمام واقف جنبي وكان واخدني النادي معاه مع عياله وانا صغير كنت اروح معاهم وقال لي كمل هتوصل وان شاء الله انت اهم حاجه الاصرار والعزيمه هي اللي هتوصلك ان شاء الله. انت كابتن احمد؟ بشكر بابا وماما هم اللي خلوني نكمل في الكوره هم اللي واقفين جنبك طبعا هم اللي بيساعدوني وجدي هو اللي كان بيقول لي العب كوره
ودايما شوط بالشمال عشان تعرف تلعب بيه. تمام. بشكرهم. طبعا بوجه كل الشكر طبعا لضيوف الكرام، شرفتنا كابتن مروان، شرفت كابتن ربيع، شرفت كابتن حماد، شرفت كابتن احمد. طبعا يا جماعه بوجه كل الشكر والتقدير للضيوف اللي شرفونا النهارده في البرنامج. طبعا ان شاء الله طبعا بخصوص الاكاديميات ولاعيبه ومدربين، طبعا التواصل معايا على الرقم الخاص بتاعي طبعا موجود على الشاشه. ان شاء الله استناكم في الحلقه القادمه طبعا الاسبوع القادم الجمعه ان شاء الله. كون ضيف خفيف عليكم طبعا ضيوف الكرام معايا، ضيوف طبعا نجوم في كره القدم معايا، مدربين اكاديميات. طبعا كل الشكر والتقدير لاسر قناه الصحه والجمال على استضافه البرنامج، الاستاذ محمد الملكي طبعا اللي واقف معايا قلبا وقالبا، وبشكره طبعا على المجهود اللي عمله معايا الفتره اللي فاتت. طبعا فريق الاعداد الاستاذ برهام، المخرج الاستاذ مجدي. كل الشكر والتقدير طبعا لاسره برنامج العالمي. ان شاء الله انتظروا الحلقه القادمه يوم الجمعه القادمه الساعه 1 ظهرا على الهواء مباشر. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.